غصبا على شاربه وشارب الواقف فرع يقولوا لك يا ابوي احنا نريد ناخذ وانت جاي تقطع رزقنا. الف رحمه على والدك. هذا منو هذا اللي دا يقول لك هيك؟ هذا مدير جمرك المنطقه السيد الوزير رويدري حتى دوبر يجيبهم يدوبهم بالتوقيت. من اشتغلت بكركوك شنو هذا الفساد اللي انت راقبته بالجمرك هناك؟ لان انا قبل مناشدات ايضا كنا قد تطرقنا الى قضيه السيطرات والفساد والرشاوى اللي يصير بالسيطرات. شنو اللي صار وياك اثناء خدمتك؟ الاستاذ نجم بالنسبه للجمرك وكركوك يعني كان موضوع على مر يعني على منظر السياسيين وعلى منظر رؤساء الدوائر الامنيه وكذا مو فوضى يعني كانوا تعرف سيطرات اربيل عندنا وسيطره سليمانيه يعني نعتبر شلون محاضيه لاقليم كردستان يعني عندنا تعرف قمرقيه حسب قرار مجلس الوزراء 413 سنه 2015. يقول لي المشكله وين الان اخ عبد الله؟ استاذ نجم انا جيت عالجت وحاربت الفساد يعني كلها على وكلها تعرف بكركوك هذا الموضوع كلها تعرف لكن اني بدوري صار وراء نعم اي يحاربوك اي بدوري يحاربوني مدرائي بدوري يحاربوني على هذا الموضوع اضافه الى الجمرك المدني ايضا بدوا يحاربوني ونقلوني مرتين ورجعت تفضل نائب ما اريد اذكر اسمه الرجل وقف وياي زين يحاربونك شو يقولون لك؟ يقولوا لك يابا احنا نريد ناخذ وانت جاي تقطع رزقنا. الف رحمه على والدك. هو هذا الموضوع منو هذا اللي دا يقول لك هيك؟ هذا مدير جمرك المنطقه السادسه عميد فهم يعني هذا وحتى كل هالشرطه تعرف والضباط تعرف والجمرك المدني يعرفون شلون حاربني لان مشيت على سياقات صحيحه يعني ما يريدني امشي يعني على سياقات صحيحه يعني زين حتى ياخذون راحتهم. فانا ضربت هوايه استاذ مجن يعني بقيت سنه وثلاث اشهر يعني هسه انطيت مخالفه قانونيه السيد الوزير رويدري حتى قبل يجيبهم يدوبهم بالتوقيف ودوني الجمرك صراحه يلا قولها سيد الوزير يسمع. اي انا ودوني الجمرك صلاح الدين بدون امر روح داوم هناك حتى يبعدوني من كركوك روح داوم هناك يعني هذا مخالفه قانونيه بدون كتاب يا بطيني كتاب انطيني زين انا صار علي شيء بالطريق صار علي هذا لا روح داوم وقبل يعني هذا ما يرهم يعني هذا واضحه حتى يبعدوك من هذا المكان. وانا يعني ورحت موضوعي جدا نعم عبد الله رحت صلاح الدين اي هاي صار لي ثلاث اشهر استاذ نجم واني هسه موجود حاليا بالدوام. زين ابو كركوك محافظه انقلت من كركوك صلاح الدين بدون كتاب ابو صلاح الدين من اجى نشرك استقبلك شلون استقبلك باي شيء نشرك؟ قال لي هو طبعا هو رتبه هم اقل من عندي المعلومات قال لي سيدي انا شلون هسه يعني لا نشر لا هاي هو رجال الناس كلها تخاف استاذ نجم تخاف ما يقدر يحكي على مود منصبه تخاف من شنو من لا ماكو شيء نخاف بحق القانون واللي يشوف نفسه اكبر من القانون الله انا واحد من العالم اخر على القانون غصبا على شاربه وشارب الواقف فرع والله يا استاذ شنو تخاف الناس؟ اخي العزيز انت برتبه عقيد انت ضابط الامر مالتك اللي انت اتهمته انا ما اعرف القصه صدق ولا كذب مع احتراماتي لك باكر لو السيد الوزير يدز عليك بالتهمه اللي انت حكيتها تقدر تثبتها؟ نعم تقدر تثبتها بالدليل؟ نعم تقدر؟ نعم استاذ وانا ليش رجعت وانا يعني قلت لك يعني مع احتراماتي للجناب لصحافتكم واحتراماتي للصحافه يعني مع الاسف انه ضابط يلجا للصحافه في سبيل يوصل مظلوميته يعني مع الاسف
زين انت كتبت في المراجع بهذا الشكل؟ كتبت وقابلت. قلت لهم انا هذا اللي صار وياي هذا كله. نعم قابلت وكل شيء. قابلت منو؟ قابلت قائد الحدود العام وقابلت ابو كتنال وياسر مدير قائد المنطقه الثالثه وهم نفس الشيء. ما سووا شيء صار. قلت له القائد المنطقه السادسه حتى اثبت للتاريخ والقائد العام يسمع والوزير. نعم. يسمع. قلت له نعم. هذا السيطره هذا نعم. المنفذ هذا المكان نعم. البي الولد نعم. يبوقون وان يمنع وما يقبلون هربوني كولا حكيته. واعطيك معلومه اخرى وصلت الى مدير مكتب لواء حسن مدير الشؤون العام نفسي رحت له. ماكو ضابط ترى يخش هسه بهيش وقت ويطب هاي المقبات ويورط نفسه. رحت المدير لواء حسن مدير الشؤون العام وطبيت عليه وقلت له وحده اثنين ثلاث زين وكتبت لي هناك يمهم وطلعت. الله وكيلك النوبه حاربت سووي حاربت ورطت ورطه بس الحمد لله اني صاحب مبدا ما اسكت ما دام اني على حق ابد ما اسكت والله ما دام انا على حق. لا سيد عبد الغفير الشمري ابو مصطفى انت خذ الماء ورجال تنتخي هسه مو عرفك لانه انت صرت وزير. هسه هذا الوزير هواي ناس صارت وزراء لكن هذا ضابط قبل الضابط برتبة عقيد يقولون عليه زعيم. وانتم لما تظهر عندكم ناس برتب وتتجاوز حاجز الخوف وتتحدى الضباط وامراء الفاسدين اذا ما بنينا على صحة الرواية والله ذولا تحتفون بهم وتكرموهم لانه هذا ما يخضع لمنطق الخوف والتهديد اللي يحاول ان يمارس الامر. رجل عبد الله تليفونه عندي وابعث لي معاليك وتدز علي وتدز على كل الاسماء على ذمة السيد عبد الله خلف وتقعد وياهم وتطالبه بالكتب اللي قدمها لهم انه اخبر عن فساد والسادة الضباط المسؤولين ما اتخذوا اجراء بحق هذا وذاك. هذه الجرائم التي يجب ان لا تمر حتى مثل عبد الله عقيد واكو مثل محمد مقدم واكو مثل عنيد ناسس لطبقه لا تخشى في قول الحق لا مثلان او حتى ايضا نصحح من الابواب التي يذهب اليها الاخرين حتى يشتكوا على الفاسدين وتغلق. والله العظيم ابو مصطفى راح تكتشف بلاوي. عبد الله. نعم عبد الله وينك؟ وياك. عبد الله انا راح اتصل شخصيا بالسيد الوزير وراح اوصل مظلوميتك. نعم. الى السيد الفريق ماهر مدير الاستخبارات العسكريه. نعم. وراح ابقى اتابع هذا. نعم. الموضوع وانا متاكد السيد الوزير راح يتخذ قرار بهذا الشكل وصار بس انت مطالب يا عبد الله بالحقائق. نعم ان شاء الله.